ما تسكتيش، ده اسم حملة الأمم المتحدة للمرأة وحملتنا احنا كمان اللي بننضم إليها. صحيح انه ايام مش الاحتفال ولكن الاهتمام بمناضة العنف ضد المرأة اعتقد بيبتدي من يوم 25 نوفمبر ايوه لغاية 10 ديسمبر. لحد 10 ديسمبر، لكن احنا اعتقد ان الحملة دي لازم تبقى مستمرة. يعني احنا الفيديوهات اللي بنعرضها لكم دي من دول عربية مختلفة. ده فيديو شهير في لبنان، كان في ماراثون ضد العنف ضد المرأة وشاركت فيه، فجوزها جه ضربها بهذا الشكل اللي احنا بنتفرج عليه. رانيا اتفضلي. يا رانيا اهلا يا استاذه لمين، اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. اعتقد ان فعلا حمله ما تسكتيش المفروض ان هي تستمر طول السنه، لان هو قوتنا هي كلامنا، ان احنا نتكلم ونحكي. دي حاجه مهمه، وبنحصل كده على الدعم من بعض. عشان كده انا بحيي شيماء وعايزه اقول لها ان كلنا تعرضنا للموقف ده، وكلنا اهالينا قالوا لنا ايه يعني، ما لازم نكمل ولازم عشان العيال والكلام. رانيا انت عندك كام سنه؟ انا 27 وبرضه تعرضتي للضرب والعنف من جوزك؟ اتعرضت للضرب والعنف من جوزي، القديم. جوزك القديم. ايه اللي كان بيحصل بالظبط وليه كان بيضرب؟ هعلق بس على مكالمه شيماء في دقيقه واحده. اتفضلي. ان لما بنروح قسم الشرطه ونتكلم ان احنا اتضربنا من جوازنا، طالما ما فيش تقرير اصابه من المستشفى، ممكن امين الشرطه او الضابط يتحرش بينا او يقول لنا روحوا. ايه يعني ده جوزي؟ لمي نفسك والبيت والكلام ده كله. ده بمنتهى البساطه. انت جربتي تعملي كده؟ جربت. انا متجوزه وانا عندي 16 سنه، وتعرضت للعنف ده طبعا على مدى 3 سنين، وفي الاخر قررت ان انا ارفضه لان انا مش قادره استحمل اكتر من كده. ورفضتيه ازاي؟ استقلت اتطلقتي؟ بحياتي. اتطلقت واستقلت بحياتي، واستحملت كلام الناس ان انا يتقال عليا مطلقه. هي مطلقه دي يعني ما لسه في لسه المجتمع بيعتبرها مشكله، بيعتبرها مشكله. طبعا اهلك قالوا لك ايه يا رانيا؟ ما حاولي تصبري وبتاع، وفي الاخر لما لقوا الضرب بيزيد والاهانه بتزيد، خلاص اللي انت شايفاه دي مصلحتك ودي حياتك. ورجعت وكملت تعليمي ورجعت واشتغلت. برافو عليكي. وتعديت الازمه دي تماما. برافو عليكي. الحكايه كلها اللي انا عايزه احكيها، ان ليله الدخله بتاعتي ما كانش فيه دم كتير، فعرضني على 3 مستشفيات الفجر يوم الفرح. فطبعا الحكايه دي مش هتتنسي بالنسبه لي، وكانت مشكله طول جوازي، وكان الدكاتره بيعاملوني عادي جدا. انا جايه اطمن على عروستي، ما فيش اي مشاكل، وكل دكتور يكشف عليا يقول له كويسه، وهو يقول له لا انا مش مصدق. ما فيش حاجه اسمها منع، ان عايزي ايه المشكله، ما تعالى اكشف، ايه المشكله، كشف عضويه. المفروض الكلام ده يتقال في المستشفيات. ليه؟ لانه اهانه. المفروض الدكتور يرفض الكلام ده كله، المفروض يبقى في قانون يمنع كشف العذريه. ليه كده؟ ليه نتهان بالطريقه دي؟ معاكي حق. اعتقد اهالينا بيسكتوا عادي جدا ولا كاني في حاجه. ايه يعني يا بنتي من حقه يطمن عليكي؟ المشكله ده اكتر عنف، ده اكتر متضرر. اهالينا انتوا المفروض مربينا، انتوا واثقين فينا. رانيا انا بحييكي. احنا بنقول ايه يعني؟ خلاص. أيوة. طول ما احنا بنقول ايه يعني؟ معاكي حق. مفيش حاجه هتقف. ايه يعني تضرب في الشارع؟ مفيش مشكله، ما انتوا ليكوا بيتي لامكم اضربها فيه. اكسر لمراتك ضلعت لها 24، اكسر لبنتك ضلعت لها 24. طول ما احنا بنربي الولد اساسا ان هو يطلع يضرب مراته وعايز ان هو يشوف ضرب امه، خلاص مفيش كلام يتقال بعد كده. لكن احنا لو بنربي عيالنا ان الولد زي البنت اساسا، هيطلع ان هو يحترم الست دي، امك، مراتك، اختك، كل ده المفروض يبقى فيه احترام. انا بحييكي يا رانيا، هي لخصت كل حاجه في الحقيقه. انت لخصت كل شيء. بشكرك يا رانيا. عاشور اتفضل. اتفضل. متشكرين حضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل يا فندم سريعا. اتفضل. معاك يا عاشور. معاك عاشور عبد الله سيد من قريه الشمبان. اتفضل يا فندم. تبع مدينه البدرشين. اتفضل يا فندم. انا عندي مشكله، كان في واحد من البدرشين خاطب بنت. اي فندم. بعد فترة خطيبها، وبعد كده احنا جهزنا الحاجة بتاع البنت. فالمدام عندي راحت لأمه وأبوه بتقول لهم احنا جهزنا الحاجة. فطبعا
قال لي ايه؟ قال لي طب قولي ايه؟ قولي للي هياخد بنتك اهوت وقاعد اهو، خليه يسعى معانا شويه عشان ايه؟ عشان نتجدع نتجوز، لحسن الشغل اللي بيجيبه بيصرف على الشرب والكلام ده. وطبعا لما جت المدام قالت لي ذهولنا، اتصلنا بيهم وقلنا لهم تعالوا خدوا ايه؟ خدوا الحاجه بتاعتكم. فالواد جه وامه وسته وجو خدوا الذهب وخدوا ايه؟ طيب الحاجه. وبعدين؟ وخدوا 1000 جنيه ومشوا. فين المشكله بقى يا عاشور عشان الوقت؟ طيب المهم اول ما روحوا البيت ابو الواد اتصل بيا وابتدى يهددني بيقول لي ايه انت رجعت الحاجه لابني؟ ده بستلقى وعدك من اللي ابني هيعمله فيك. وطبعا ابتدى يبعت رسائل شتيمه وخط. طب لا بص يا عاشور، ده بقى لازم تبعته تكلم الشرطه وتبلغ فيه، لانه ده مش قضيتنا. انا بس بقى. انا عايزه يعني الحته دي بالذات، فكره ان البنت تتخطب لواحد ما تعرفوش ومبقاش ليها الحق ان هي تبقى عارفه عنه اي حاجه، ففي الاخر بيكتشفوا حاجات بعد فوات الاوان. صح. ودي رساله لكل الاهالي، لازم البنت تبقى في اختيار ليها، حق الاختيار ده مهم، ده في الدين. بالظبط. فاللي حصل هنا دي النتيجه الطبيعيه، يعني يا استاذ عاشور انت تتحمل بقى النتيجه اللي انت وصلتوا ليها البنت. مروه اتفضلي يا مروه. الو. اي فندم اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. حضرتك انا الحقيقه تعرضت لتجربه العنف من الزوج. ايوه. وبرضه رفضت الحمد لله، ويعني ربنا قدرني ان انا وقفت قدام حاجات كتير قوي ان انا رفضت. انا عندي ثلاث اولاد. ثلاثة. كان عندي مشكلة ان انا كنت، مش مشكلة هي كانت حاجة طبيعية، بس هو طبعا للي انا جوزته دي كانت مشكلة، ان انا كنت متزوجة قبل كده وعندي ابن. فهو زي الحمد لله انا مستواي المادي الحمد لله يعني كويس الحمد لله. وكنت بشتغل في شركة من احدى الشركات الكبيرة، انا مهندسة، وهو احتال عليا علشان العربية والمرتب وكده، فقال اللي هو ان هو يطلع عليا وانا يعني يطلع من خلالي يعني، وهو انا حوافق علشان انا عندي زيجه قبل كده وعندي طفل. بالفعل تزوجت وكده، وبعد فتره ابتدى الاحتيال وابتديت ان انا كنت بنفصل الاول وبحاول. انا كنت بفكر 60 مره وانا بقول الرساله دي لكل واحده كانت متزوجه قبل كده، ما تضغطيش على نفسك وما تقبليش وضع انت مش عايزه تقبليه، لان دايما الجوازه الثانيه بتبقى هي قلقانه وعايزه تنجحها باي شكل من الاشكال. بالظبط. هو بيبقى في حاجه ان كل واحده فينا بتبقى عايزه يعني تقفل كل الابواب ان هي فشلت. بالظبط كده. بس عشان احنا برضو دي نظره المجتمع للمطلقه، وتبقى المطلقه للمره الثانيه خاصه لو هي خلفت كمان، اللي هو انت فاشله فشل 100% يعني خلاص بقى انت ما عندكيش فرص للحياه ثانيه. بس فعلا هو كان بيمارس يعني العنف ضدي ومارسه كذا مره. يعني انت مهندسه، يعني المفروض اكيد هو مستواه برضو الثقافي والاجتماعي مرتفع يعني. لا انا غلطت غلطه، خدته اقل مني اجتماعيا، بس قلت هنطلع مع بعض والدنيا هتبقى كويسه ومش مشكله. وهو محامي، ودي انا مشكلتي بقى دي، ان انا كنت كل مره بتمارس ضدي العنف ما بعرفش اثبت، الى ان اخر مره دي كان العنف شديد بدرجه فظيعه، ان اخويا وواحد صاحبه، طبعا كان ابني، حصل الضرب، وان هو كان بعد وفاه والدي الله يرحمه، وكان عايز ان هو ياخد ميراثي او يهددني ان هو ياخد ميراثي، لان اكتشفت ان هو على علاقات بنساء مش كويسه، يعني بعلاقات متعدده مع ستات، ما علينا يعني ما علينا. وكان بياخد عربيتي وكان بياخد فلوسي ويبتزني وياخد ذهبي ويجي ينصب عليا يقول لي اصل انا هتحبس وانا عايز فلوس وانا عايز، وانا كنت بسلامه نيه ما كانش عندي خالص ان حته لا ده انا بقف جنبه وبتاع ويمكن يتعدل ويمكن اثره ويمكن يبقى كويس. قعدتي قد ايه متجوزه يا مروه؟ قعدت 6 سنين، بس في ال6 سنين دول انا كنت مثلا ايه 3 شهور اجي اقعد في بيت والدي واقعد افكر انا هنفصل، طب انا مش هنفصل. ويجي ازاي قدرتي تاخدي القرار انك تنفصلي؟ خدت القرار اما هو بعد وفاه والدي حصلت لي زي نقله كده في حياتي، وقعدت فتره كتير ان انا احضر نفسي نفسيا بمنتهى الامانه. يعني تقولي ايه للناس اللي بيتعرضوا للعنف ده يا مروه؟ ما تقبليش وما تسكتيش. انا دايما يعني قعدت مع واحده صاحبتي
يعني اتمارس ضدها العنف وطلقت، كانت بتقعد في وسط الناس، خدت 4 سنين عشان تواجه الناس وتتكلم. قعدت معاها اتكلمت وقلت لها انت مش ناقصه حاجه، انت ما عندكيش حاجه تنقصك. وعلى فكره العنف اللي بيتمارس من الرجال ضد المراه هو مش بس ضرب، الضرب خيانه الراجل للست ده عنف. صح. ان هو ياخد موقف، انا زوجي الاول واخد موقف من ابني بقاله 11 سنه ما بيصرفش عليه. كل دي كل دي اشكال عنف طبعا. كل دي اشكال مع ان هو مليونير وجده رئيس جامعه من الجامعات المعروفه، مربي فاضل مفروض قدام الناس كلها. مربي فاضل. بشكرك يا مروه انك اتكلمتي، وبشكرك انك قلتي للناس ما تسكتوش. ماهر اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير على ضيوفك الكرام. اتفضل. تقولي بقى ايه لواحد بقاله 22 سنه ما سافش ولاده؟ ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ 22 سنه ما شفتش ولادي. ليه يا استاذ ماهر؟ ليه؟ اقول ساعات حصل يعني هي كان مدي ودانها لاهلها. انا سواء هيئه، كنت سواء هيئه. اي فن؟ هيئه النيابه العام. طبعا انت عارف بقى بصحى الساعه 3 قبل الفجر وبروح على العشاء. فطبعا ما فيش وقت، انا عارف ان هم قاعدين لوحدهم. فبخش بعمل لهم أرجوز يعني عشان عارف انهم قاعدين لوحدهم بتاع الفتره الكبيره ديت، فبهون عليهم. عمل الاشكال، طب اتفضلي مع السلامه، اعمل ايه يعني؟ طيب وازاي ما بتشوفش ولادك بقى؟ حاولت ان انا اشوف عيالي، بتكلم بقى اخواتي كلهم بيجوا عليا رغم انهم عارفين ان انا يعني بس اعتقد ان في ان القانون بيضمن حق الرؤيه دلوقتي، المصلحه الفطريه وحد الرؤيه وكل حاجه. ما اقدرش اروح للقانون عشان هي بتفاهم عيالها، لان مرضعاهم كره من ساعتها. ده هو ابوك عايز يودوك يدخلكم المحكمه، يدخلكم السجن. بس 22 سنه كبروا الولاد يا ماجد. كبروا. حتى البنت حاولت ان انا اشغلها وشغلتها فعلا، ولما عرفت ان الشغل ده من عندي سابت الشغل ومشيت. يعني الحمد لله. موضوع صعب قوي. شكرا يا ماهر. امنيه اتفضلي. امنيه حضرتك. اهلا بيك. ايوه مع حضرتك. اتفضلي. انا عندي 24 سنه، اتجوزت في شهر 3. قعدت في البيت بالظبط 3 شهور الا شويه كمان. في الثلاث شهور دول اتمارس ضدي العنف، واتضربت مره بس كان ضرب بطريقه مختلفه شويه. بعد التلطيش بالاقلام كان في ماده على الرجل. ماده على الرجل؟ تعذيب يعني، ساديه تعذيب. ماده على الرجل بعنف جامد جدا. ده كان نتيجه ان انا بس كنت واقفه بعيط، يعني ما عملتش حاجة كبيرة. ايه سبب الضرب اساسا؟ سبب الضرب اساسا ان هو كان زعلان، فلما قال لي قومي لا انت هتروحي عند اهلك، فقلت له حاضر. فبعديها لا طب انت وافقتي بقى، طب انت مش ماشية من البيت وانا هقعدك هنا وهعلمك الادب وهعمل وهسوي. فبقيت واقفة بعيط منهارة. انا يعني انا سني صغير ولسه انا 3 شهور جواز. الكلام ده كمان كان بعد شهرين جواز. انت لسه متجوزه؟ لا حاليا بينا قضايا بقى. بينا قضايا بقى. مفيش اي سبب في الدنيا تخلي ست تقبل. لا يتقبل ولا يخلي اي راجل او اي بني ادم يضرب بني ادم. طبعا مفيش مبرر. مفيش مبرر طبعا. انا بس بفهم، بحاول افهم بيوصلوا لده ازاي. التعذيب، لان يعني ممكن يبقى قاعد ويقوم يضربها من غير اي سبب. صح. طب المستشاره جيهان البطوطي من وزاره العدل، مساء الخير يا سياده المستشاره. مساء الخير يا فندم. اهلا بيكي، اتفضلي يا فندم. طبعا انا تابعت برنامج حضرتك وتابعت كافه المداخلات، فطبعا مجرد ان السيده في مصر انها بتتكلم في برنامج وبتقول مشكله، ده في حد ذاته انجاز. ان احنا بدانا ان احنا نحط ايدنا على المشكله. بس انا حبيت بس انوه، لان حضرتك في بدايه البرنامج قلت طب الناس دي تعمل ايه؟ ايوه. احنا فعلا عندنا مشروع مع المركز الثقافي البريطاني، عندنا فاتحين مشروع اسمه حقي، مكاتب دعم المرأة في محاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
عندنا 4 مكاتب، محافظة اسكندرية وأسوان وطنطا وشمال القاهرة. وجاري إنشاء باقي المكاتب على مستوى المحافظات وفقا للدعم اللي بيتوفر لدى البريتش كونسل مع وزارة العدل. المكاتب دي فعلا فيها اخصائي اجتماعي ونفسي وقانوني، بتتحول علينا الحالات، في بعض الحالات خلصت داخل المكتب وفي بعضها بيتحول للمحاكم. يعني الست تيجي للمكاتب دي اسمها ايه؟ حقي، مش كده؟ حقي يا فندم. مكاتب حقي موجوده في المحاكم، في المحاكم الابتدائيه. فندم الابتدائيه فين بقى؟ في كل المحافظات سياده المستشار؟ لا يا فندم، لا، محكمه شمال القاهره الابتدائيه، محكمه اسوان، اسكندريه، محكمه طنطا الابتدائيه. طب هل يمكن تعميمها في باقي المحافظات ولا؟ ما بالاكيد احنا يعني هو جاري التعميم طبعا، احنا مفروض على 2000 نهايه 2015 بنفتح في 4 محافظات اخرين، يعني وفقا للدعم اللي بيتوفر لينا. بس عارفه حضرتك يعني ربما نحتاج الى تشريع بالفعل، الى قانون علشان عقوبات، يعني ضرب الست ده يبقى يعاقب عليه بالقانون. شيء مهين يا فندم، شيء مهين، يعني ما فيش امراه مصريه تتقبل مساله الضرب. فعلا هو شيء مهين جدا. وبالتالي كمان معالي المستشار احمد بيه الزند اعلن عن وجود دوائر خاصه بالعنف ضد المراه. بشكر برضو، حتى هتسهل علينا الفصل في القضايا، سرعه الفصل في القضايا. بشكرك سياده المستشاره جيهان البطوطي. قانون قانون مهم يغرق جدا. في الجزائر القانون بيقول ايه بالظبط؟ بيتم معاقبه دي جنايه، دي جريمه، جنايه ياخد فيها سجن يعني. بالظبط، ومفترض ان في قانون الجنايات بتاعتنا يبقى هم بيتعاقبوا وبيتقدموا، بتوصل ل20 سنه في الجزائر. المشكله انه الست بتتاخر انها تروح تشكي، بتكون العلامات ممكن تضيع، او زي ما في حد قال لنا احيانا لما بتروح القسم لانه راجل فبيقول لها روحي لبيتك خلاص، ايه ما هو جوزك ضربك ما فيش مشكله، فبتضيع الادله وبتضيع يعني فكره انها بتروح وتشتكي وبتاع. لكن طبعا في اي بلد في الدنيا لما ده بيحصل بيتحاكم، لان دي جنايه ان تضربي حد لدرجه ان انت يعني لحد الموت. واحده بتقول لك مد على رجلين، ده تعذيب، ده حالة يعني سادية. نيفين تقولي ايه لكل الستات اللي اتكلموا؟ اقول لهم ان وجودهم في ان هم يقدروا يتكلموا بصوت مسموع هو فعلا فكرة ما تسكتيش، يعني لازم كلنا فعلا نهتم بفكرة ان نشجع البنات والستات على انها تتكلم. اقول كمان ان مهم ان بصراحة احنا كمجتمع ودولة نفكر في منظومة كاملة للحماية، يعني محتاجين تشريعات تنصف النساء من العنف الاسري وتساعدها على المواجهة، محتاجين مراكز ايواء كتير. يمكن ربما الوزيره غدا والي قالت انه في 9 مراكز ايواء للمعنفات بس، 9 في دوله 11 عندها 90 مليون. من 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 اسبوعين كان في حلقه عن 90 مليون، يبقى معنى كده ان معدلات احنا محتاجين كمان اصلا منظومه كمان تسهل وتيسر الاحوال الشخصيه، وما نخافش ان احنا نفتح الملف ده. المشكاوى مش بس ان الشرطة عندها حساسية، المستشفيات كمان ما بتديش يعني واقع طبي، في صعوبة على إثبات الضرر. احنا محتاجين نفتح ملف الأحوال الشخصية الحقيقة، وما نرضاش بالسناكس اللي بتترملنا كل 10 سنين، اللي هي حاجات بسيطة كده هي تدخلات العرجاء، أنا بسميها تدخلات قادرة على السير لكن في الاخر ما بتبقاش حاسمه في مواجهه العنف ضد الستات. واعتقد ان التربيه من الاول اساس، عشان كده بنقول هي منظومه كامله. منظومه كامله لو الاستراتيجيه دي زي ما بقول فعلا اتطبقت، لان فيها كل الاشياء دي هنقدر ان وحتى بعد كده نحسن منها حتى لو فيها ثغرات، لكن المنظومه الكامله دي لازم تشتغل مع بعض. يعني فكره الشغل على الثقافه المجتمعيه، الشغل على القانون، الشغل على المؤسسات، اولا مؤسسه الاسره، مؤسسه التعليم لان دي من اهم المؤسسات، والدراما اللي بتطلع الست بتضرب طول النهار. تمام، لا لا، وبتستبيح فكره التعدد عادي جدا. تمام. يعني في فرق ان انا اقدم الحاجات دي اللي بتحصل في الواقع واكون رافضاها، مش قبلها. بدي زي الزوجه 13. تمام. زي الحفيد مثلا، زي في الحاجات اللي اريد حلا بتعرض، ولكن بيبقى مقصود منها
انها رفض. وفيها مقاومه، فيها مقاومه، مش ان انا ابقى بقبل ده وشايفه ان انا يعني مفروض الناس تعمل زي، لان في الحقيقه حتى الناس مش هتقدر انها تبقى بتتجوز اربعه وبعدين تطلق وتضيف، يعني في جنان، في يعني فكره ان انا بضاهي الواقع بس بطريقه في الحقيقه تخلينا نرجع لورا. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور عزه كامل، نيفين عبيد، ما تسكتيش، ده عنوان مش بس عنوان حمله، ما تسكتيش ده مبدا لازم يكون عندك، ما تسكتيش، ما حدش يرفع عليكي ايده، ما حدش يلطشك بالقلم، ما حدش يضربك، يعني لا اخوكي بصراحه ولا ابوكي ولا جوزك ولا ابن عمك ولا ابن خالك ولا حد، ما حدش يضربك، ما حدش يقرب لك، ما تسكتيش، ولما حد يقرب لك روحي بلغي عنه، وما تقعديش تستحملي حياة ما انتيش قادرة تستحمليها. بشكركم ونتقابل بكرة معانا الفنان الكبير داود عبد السيد وفيلمه الجديد وتاريخ طويل من السينما المحترمة جدا. أشكركم، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.